مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلوة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد أبدا معنا وقت بالتحضير. بدنا نعملها بمكونات متوفرة بكل بيت، وعن جد إذا بتجربوا الطريقة رح تنال كتير كتير إعجابكم. حلو من أول مرة بتعملوها وبتنجح 100% وكتير روعة، شكلها بيحكي عن الطعمة. شايفين بتدوب دوبان بالتم، كتير كتير طيبة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا بالطنجرة كوب حليب وبضيف عليه كمان كوبين، يعني بحط 3 أكواب. بنحط 3 معالق طعام نشا، أربع معالق طعام سكر، بنحركهم شي بسيط. هلأ بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. قبل الغليان بصر عنا الخليط بهيدا القوام. هلأ بحط ملعقة طعام مزهر، وبحط ملعقة طعام زبدة. بحرك لتدوب عنا الزبدة، بس دابت عنا الزبدة وصار عنا هيدي السماكة بالحلو بطفي الغاز. هيدا الخليط اللي عملناه. عنا هوني جوز الهند، جوز بسكوت، والقالب حطيت فيه ورقة زبدة. ممكن تحطوا بس زيت نباتي تدهنوا القالب، ما في أي مشكلة. برش شوي جوز الهند بأرض القالب. بحط من الخليط ممكن انتو الجوز تستغنوا عنه حسب الرغبة، واذا بتحبوا ممكن تحطوا فستق حلبي، زبيب، جوز، لوز، اي شيء انتو بتفضلوه ما في مشكلة. هلا بحط بسكوت، بضغط شوي على البسكوتات. برجع بحط من الخليط، بنمد الخليط نفس الشيء. جوز الهند، جوز، بسكوت. هلا بحط الخليط، بنحاول نحط الخليط قد ما فينا هو سخن، بنوزعه على البسكوتات عشان ما يبرد عنا ويجمد، اسهل لنا اذا حطينا الخليط سخن على البسكوت. بحط القالب على المجلى، وبس يصير الحلو بحرارة الغرفة بحطها بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما جمدت منيح بالبراد. هلا بدنا نشيلها من القالب، ملا براها. بنحطها بالصحن.
رش جوز الهند. هيدا الشكل النهائي للحلو اللي عملته انا وياكم، تقريبا بتتحضر بخمس دقايق، مكونات موجوده بكل بيت وكتير كتير حلو سهل وبسيطه. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو عشان صفحتي عم تتراجع كتير لورا. اذا بتحبوا نستمر مع بعض بتمنى تدعموني. ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.